المشروع نتاعنا هو إعادة تدوير النفايات البلاستيكية والحديدية في ولاية تمنراس. الفكرة من المشروع الانتشار الكثير النفايات البلاستيكية على مستوى تراب ولاية تمنراس الذي يشوه المحيط ويسبب في تلوث البيئة. هذا ما دفعنا للتفكير في فكرة لإيجاد حلول تقنية للحد من ظاهرة التلوث البيئي في ولاية تمنراس. الوكالة الجزائرية لتقية الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد وبموجب القانون العقاري تمنح امتيازات متعددة للمستثمرين بمنح العقار أولا، وشفنا الآن يعني توزيع عقود نهائية وشهادات مؤقتة، بالإضافة إلى ذلك تسجيل المستثمر في يمكنه باش يدي امتيازات جبائية وشبه جبائية ولمدة طويلة خاصة في منطقة الجنوب الكبير. 5 مستثمرين اليوم تحصلوا على عقود الامتياز في مختلف المشاريع، وأيضا تم تسليم 3 شهادات منح مؤقت دائما في إطار الامتياز العقاري. واليوم تمنراس راهي لازالت تتوفر على وفرة عقارية على مستوى هذه المنطقة، سواء القطعة اللي كانت غير مشغولة ولا في إطار استرجاع العقار الصناعي. إذا الوفرة العقارية موجودة يعني ما على أصحاب المشاريع إلا الولوج إلى المنصة الرقمية لتقديم مساهماتهم ومشاركاتهم باش يحصلوا على فرصة من فرص الاستثمار، يعني باش ينالوا عقود الامتياز ويجسدوا مشاريعهم في الميدان.